أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، وهطلت زخات من الأمطار في أجزاء من المرتفعات الغربية كنتيجة لحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية بشكل عام مع 31 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الملموسة 30 درجة مئوية، الرطوبة 56% والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء حارة بالمجمل تبوك 40 إلى 25 درجة مئوية، سكاكا 39 إلى 27 درجة مئوية، أما عرعر 39 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الغربية، نبدأها بمدينة جدة، رياح نشطة مع 36 إلى 30 درجة مئوية، أيضا رياح نشطة في مكة المكرمة مع 44 إلى 29 درجة مئوية، المدينة المنورة أتربة مثارة 45 إلى 32، والطائف تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 31 إلى 19 درجة مئوية، الباحة 32 إلى 20، وجازان 38 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة وأتربة مثارة كنتيجة لهبوب لرياح البوارح 42 إلى 31 درجة مئوية، أيضا تتأثر منطقة الإحساء برياح البوارح مع أجواء شديدة الحرارة 47 إلى 30 درجة مئوية، وحفر الباطن 47 إلى 29 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 45 إلى 31، بريدة 44 إلى 30، وحائل طقس حار 42 إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.